مشاهدينا اهلا بكم في النشرة الجوية، نقدمها لكم من قناة النهار، نستهلها باحوال الطقس المرتقبة ليوم الاثنين. اذا بحول الله نرتقب اجواء مغشاة الى غائمة بكل المناطق الشمالية للوطن، مع السحب شبه رعدية وممطرة على غرب البلاد. بالجنوب نتوقع اجواء مغشاة على الجنوب الغربي مع خلايا رعدية، اجواء مشمسة على باقي المناطق الجنوبية باستثناء بعض السحب العابرة على منطقتي الهجار والتاسيلي. الرياح ستكون معتدلة مع تطاير بعض الرمال على وسط وشمال الصحراء، ويرتقب تسجيل أجواء غائمة ورعدية لصبيحة الاثنين، تكون مرفوقة بأمطار خفيفة، هذا على كل السواحل الغربية حتى المناطق الداخلية غربية. سماء مغشاة إلى غائمة بالسواحل الوسطى حتى السواحل الشرقية، تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة بالمناطق الداخلية وسطى حتى المناطق الداخلية شرقية. نتوقع أيضا سحب سفلى بوسط الصحراء والجنوب الغربي وحتى منطقتي الهجار والتاسيلي، ويبقى الطقس مشمس وصافي بشمال الصحراء والواحات مع تطاير بعض الرمال محليا ورياح ضعيفة إلى معتدلة نسبيا. فيما يخص درجات الحرارة الدنيا لصبيحة الاثنين، ستتراوح ما بين 20 و23 درجة بكل السواحل، 18 درجة بباتنا حتى بالبيت، في حين سنسجل 23 درجة بالأغواط. بالجنوب سنسجل ببشار 25 درجة، 24 درجة بتندوف، 28 درجة بأدرار، بعين صالح 30 درجة، 28 درجة بورقلة، 27 درجة بالود حتى بغردية، في حين سنسجل 26 درجة بإليدي و22 درجة بتمنراس. وفي الظهيرة نرتقب أجواء غائمة ورعدية وممطرة بالسواحل الغربية حتى بالسواحل الوسطى والمناطق الداخلية غربية. أجواء مغشاة بشرق الوطن، تشكل خلايا رعدية منعزلة بالمرتفعات الداخلية حتى الهضاب العليا وصولا لشمال الواحات والجنوب الغربي وحتى أقصى الصحراء ومنطقتي الهجار والتاسيلي، ويبقى الطقس مشمس وصافي عموما بباقي المناطق الجنوبية مع تطاير بعض الرمال محليا ورياح ضعيفة عموما. في ظهيرة الاثنين ستصل درجات الحرارة القصوى إلى 26 درجة بوهران، 27 درجة بالجزائر العاصمة، بعنبة 29 درجة، 33 درجة بباتنا بالأغواط، 38 درجة، في حين سنسجل 28 درجة بالبيض. بالجنوب سنسجل ببشار 36 درجة حتى تندوف، 43 درجة بأدرار، 46 درجة بعين صالح كأعلى مقياس، بتمن راس 35 درجة، 41 درجة بإليزي، 43 درجة بورقلة، ب 42 درجة أقول بغردية، في حين سنسجل 40 درجة بالواد. أما لليلة الاثنين إلى الثلاثاء، نتوقع سماء رعدية بالسواحل الغربية وحتى بالسواحل الشرقية، تكون ممطرة بالسواحل الوسطى، تشكل سحب عابرة بالمناطق الداخلية حتى شمال الصحراء وشمال الواحات، لكن تبقى الأجواء مستقرة وصافية عموما بباقي المناطق الجنوبية مع رياح ضعيفة إلى معتدلة عموما. فيما يخص درجات الحرارة الدنيا، ستتراوح ما بين 19 و21 درجة، هذا على كل المناطق الساحلية، 18 درجة بباتنا بالأغواط، 22 درجة، في حين سنسجل 17 درجة بالبيض. بالجنوب سنسجل ببشار 21 درجة، 27 درجة بغردية حتى الواد، 28 درجة بورقلة، بإليزي 26 درجة، 31 درجة بعين صالح، 23 درجة بتمنراس، 28 درجة بأدرار، في حين سنسجل 23 درجة بتندوف. وعن حالة البحر يوم الاثنين، سيكون قليل الاضطراب بالسواحل الغربية والوسطى من وهران، مستغانم، تنستي، فازا باتجاه العاصمة، بومرداس حتى دلس، وفق رياح شرقية إلى شمالية شرقية ستتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة. وبحر قليل الاضطراب أيضا بالسواحل الشرقية من بجاية جيجل نحو سكيكدا عنابة حتى القالة، لكن نتيجة رياح شمالية إلى شمالية شرقية ستتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة. مشاهدينا، نختم نشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن. بهذا مشاهدينا نطوي وإياكم ورقة الأحوال الجوية، شكرا على كرم المتابعة والإصغاء، في أمان الله.